السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان التقرير: Subnetting للطالب عبد الكريم صالح مهدي عبود، المرحلة الرابعة، الدراسة الصباحية. المقدمة عن Subnetting: Subnetting يحمل مصطلحين اللي هو Subnetwork أو Subnet. شنو تعريفه؟ هو عبارة عن تقسيم منطقي للـ IP Network، وهذا التقسيم يتم تقسيم الشبكة إلى جزئين أو أكثر من الشبكات، وهذا يدعى يدعى بالسبنتينج. هذه النتائج في تقسيم منطقي من عنوان الـ IP. تتم معالجة أجهزة الكمبيوتر التي تنتمي إلى شبكة فرعية بمجموعة متطابقة الأكثر أهمية في عناوين الـ IP. تدوين كما هو مكتوب في العنوان الأول للشبكة متبوعا حرف مائل اللي هو باك سلاش، وتنتهي مع طول البت من البادئة، على سبيل المثال CIDR. هنا عندنا النوب مصطلح اسمه السبنت ماسك أور النت ماسك. شنو المقصود به؟ اللي هو قناع الشبكة الفرعية أو قناع الشبكة، وهو قناع البت الذي ينتج عند تطبيقه. يتم التعبير عن أقنعة الشبكة أيضا بترميز النقطة العشرية مثل العنوان، على سبيل المثال IP، كما هو موضح له 255.255.255.0، وهو قناع الشبكة الفرعية للبادئة 198.51.100.0. يتم تبادل حركة المرور بين الشبكات الفرعية من خلال أجهزة التوجيه عندما تختلف بادئ التوجيه لعنوان المصدر وعنوان الواجهة. يعمل جهاز التوجيه كحدود منطقية أو مادية بين الشبكات الفرعية. وفي المؤسسات الكبيرة من الضروري تخصيص مساحة العنوان بكفاءة. قد تعمل الشبكة الفرعية أيضا على تحسين كفاءة التوجيه أو التمتع بمزايا في إدارة الشبكة. تختلف فوائد الشبكة الفرعية للشبكة الموجودة باختلاف سيناريو النشر في بنية تخصيص العنوان للإنترنت باستخدامها عندما يتم التحكم في الشبكة الفرعية إداريا بواسطة كيانات مختلفة في مؤسسة أكبر. نجي هسه Network Addressing and Routing، واللي هي عنوان وتوجيه الشبكة. لكل جهاز كمبيوتر مشارك في شبكة مثل الانترنت عنوان شبكة واحد على الأقل. عادة يكون هذا العنوان فريد لكل جهاز، ويمكن أما تهيئته تلقائيا باستخدام بروتوكول التكوين الديناميكي بواسطة خادم الشبكة، أو يدويا من قبل المسؤول، أو تلقائيا من خلال التكوين التلقائي للعنوان DHCP للمضيف. تم إرسالها مباشرة إلى المضيف، اللي هي الحزم الانتقالية. الحزم الانتقالية أو تم إرسالها مباشرة إلى مضيف هدف الشبكة، هدف على الشبكة المحلية، إذ كانت نفس الشبكة تشكل أجهزة توجيه منطقية أو مادية من الشبكة الفرعية وتدير حركة المرور بينها. يتم تقديم كل شبكة فرعية من خلال جهاز توجيه افتراض معين، ولكن تتكون داخليا من عدة أجزاء فعلية لشبكة انترنت متصلة ببعضها البعض من خلال محولات الشبكة. على سبيل المثال، يتم كتابة قناع الشبكة الفرعية لبادئ التوجيه التي تتكون من IP. يتم تعريف بادئ التوجيه لعنوان ما بواسطة قناع الشبكة الفرعية المكتوب بنفس النموذج لعناوين، كما بشكل 255.255.255.0، وهي الأكثر أهمية. يعتبر البروتوكول الإنترنت فيرجن 4 من البروتوكولات الأكثر شيوعاً وأكثر بنية لعنونة الشبكة موجودة في الوقت الحالي. نجي هسه من شرحنا هنا، عندنا هنا هسه الرسم بيفور سبنتينج وافتر سبنتينج، يعني بعد التجزئة وقبل التجزئة. كل واحد راح يحمل IP
اي بي ادريس، هذا عم راح يحمل اي بي ادريس وتقوم بتجزئة الشبكة الى جزئين. نجي الانترنت بروتوكول فيرجن، اللي هو البروتوكول الانترنت الاصدار الرابع. هنا يقول لي determine the network breakfast، اللي هي تحديد بادئة الشبكة. يتم تحديد بادئة الشبكة حيث انها تتكون من 32 بتة، وهي سلسلة من الآحاد متبوعة بمجموعة من الأصفار. تشير تلك البتات في العنوان المستخدم لبادئة الشبكة والكتلة الزائدة للأصفار. تعين ذلك الجزء على أنه معرف المضيف الـ IPv4. يتكون قناع الشبكة الفرعية، ويوضح المثال التالي بادئة الشبكة ومعرف المضيف من عنوان 192.0.2.130، وقناع الشبكة الفرعية المصاحب اللي هو 255.255.255.0. يتم تصوير العملية في الجدول كما هو موضح في هذا الجدول. الـ IP address والـ subnet mask والـ network breakfast والـ host identifier، حيث أنه يتكون من أجزاء اللي هي مثل ما موضح هنا 4 أجزاء. الجزء الأول راح يتكون من كم بت؟ يتكون من 8 بتات، حيث أن كل بت هاي الثمان بتات راح يمثلن رقم واحد، تنكتب بالباينري ويمثل برقم واحد. هسه عندنا الواحد واحد 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 صفر 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 اللي هي 192. والجزء الثاني اللي هو 8 أصفار راح يمثل له 0، والجزء الثالث اللي هي كل أصفار وبالأخير 10 راح يمثل له رقم 2، والجزء الأخير اللي هو 130. هاي بالنسبة للـ IP address. subnet mask مثل ما هو موضح اللي هو 255 8 وحدات و8 وحدات و8 وحدات و8 أصفار. الـ network breakfast واحد 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 صفر 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 اللي هي 192، وكلهن أصفار 8 أصفار اللي هي 0، وكلهن أصفار بالأخير 10 اللي هي 2، وكلهن أصفار اللي هي 0. الهوست إيدينتيفاير راح يمثل أول 3 أجزاء كلهن أصفار من البتات، والأخير 1 0 0 0 0 1 0 اللي هو 130. يقول عنوان ومكمل واحد لقناع الشبكة الفرعية الآن، وقناع الشبكة الفرعية هي بادئة الشبكة، مشتق من أحادي المعامل الآي بي لعنوان البيست ويست آن. ميزة السبنت الشبكة الفرعية، يقول الشبكة الفرعية هي عملية تعيين بعض البتات عالية الترتيب من جزء المضيف كجزء من بادئة الشبكة، وضبط قناع الشبكة الفرعية بشكل مناسب. هذا يقسم الشبكة إلى شبكات فرعية أصغر، ويعد الرسم البياني التالي المثال أعلى. هذا المثال راح يوضح له هميا شكل ثنائي اللي هو الباينري، شكل ثنائي الباينري وتدوين النقطة العشرية. نرح هم نجي اي بي ادريس والسبنت ماسك والنتورك بريفيس والهوست بارت. مثل ما وضحناها راح تمتلك 4 أجزاء، كل جزء يمتلك 8 بتات، وعبارة عن 8 أرقام من الصفر والواحد، وكل رقم كل جزء من هاي الأرقام راح تمثل لي رقم وين بالنقطة بتدوين النقطة العشرية. نجي هسه عناوين وشبكات فرعية خاصة. شنو هاي التنسيقات؟ عناوين محددة خصيصا لتسهيل التعرف على وظائف العناوين الخاصة. كانت الشبكات الفرعية الأولى والأخيرة التي تم الحصول عليها من خلال شبكة فرعية لشبكة أكبر تقليديا لها تسمية خاصة في وقت مبكر أثار الاستخدام الخاص. بالإضافة إلى ذلك استخدم الـ IP version 4 اللي هو بروتوكول الإنترنت الإصدار الرابع، يستخدم عنوان المضيف كلهم، أي عنوان الأخير داخل الشبكة، لإرسال البث لجميع المضيفين على الرابط. تحتوي الشبكة الفرعية الأولى التي تم الحصول عليها من الشبكة الفرعية لشبكة أكبر
على جميع البتات في مجموعة البت الشبكة الفرعية المعينة على صفر، لذلك يطلق عليه الشبكة الفرعية صفر. تحتوي الشبكة الفرعية الأخيرة التي تم الحصول عليها من الشبكة أكبر على جميع البتات في مجموعة بت الشبكة الفرعية المعينة على واحد، لذلك يطلق على الشبكة الفرعية لكل منها في الأصل استخدام إنتاج هاتين الشبكتين الفرعيتين، عندما لا يكون طول البادئة متاحا للشبكة الأكبر والشبكة الفرعية الأولى نفس الوقت، مما يؤدي إلى شنو؟ إلى ارتباك. الارتباك المماثل هو عنوان بت محتمل في نهاية الشبكة الفرعية، لذلك يوصى بحجز قيم إعاقات الشبكة الفرعية التي تتكون من جميع الأصفار وجميعها على الإنترنت العام، مما يقلل عدد الشبكات الفرعية المتاحة بمقدار 2 لكل شبكة فرعية. تمت إزالة هذا القصور وأعلن أن الممارسة عليها زمن 1995 وهي ذات صلة فقط عند التعامل مع المعدات القديمة، فإن جميع الشبكات الفرعية متوفرة في شبكة مقسمة إلى فرعية. على سبيل المثال يمكن تقسيم الشبكة 24 إلى 6 مثل السايدر، على الرغم أن جميع الأصفار وقيم المضيف جميعها محجوزة لعنوان الشبكة الفرعية، مثل ما هو موضحنا هم بالجدول. أم راح تكون نتورك باينري والعنوان البث اللي هي شنو؟ شبكة الاتصال وشبكة الثنائية وعنوان البث. هنا راح يمتلك هم 4 أجزاء، وكل جزء راح يحتوي على 8 بتات، وهالبتات راح تمثل لنا رقم وين بعنوان البث. البتات المتبقية هنا سشينا قلنا يمكن حساب عدد الشبكات الفرعية المتاحة وعدد المضيفين المحتملين في الشبكة بسهولة. على سبيل المثال قد يتم تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية تصبح وحدة العنوان المميزة جزءا من رقم الشبكة في هذه العملية. البتات المتبقية بعد استخدام بتات الشبكة الفرعية لمعالجة عناوين المضيف داخل الشبكة الفرعية في المثال الأعلى. يتكون قناع الشبكة الفرعية من 26 بت تاركا 6 بتات لمعرف المضيف، هذا يسمح ل 62 مجموعة مضيف، هو عدد بتات المستخدم لجزء الشبكة من العنوان N، حيث N شنو هو؟ N هو عدد البتات المستخدم لجزء المضيف من العنوان. عدد الشبكات الفرعية المتاحة هي الاثنين N، حيث أن 2N بشكل عام عدد المضيفين المتوفرين على شبكة فرعية هو 2. هناك استثناء لهذه القاعدة لأقنع الشبكة الفرعية، مما يعني أن معرف المضيف لا يزيد عن بت واحد لعناوين مسموحة بها في مثل هذه الشبكة. هنا بنهاية التقرير راح ناخذ سؤال: ما المقصود بالسبنت بالشبكات الفرعية وما هي فائدة تجزئتها؟ يعني شنو فائدة من تجزئتها؟ وشلون أوضح من خلال الرسم إنشاء شبكة فرعية بواسطة تقسيم الهوست اي دي اللي هو المعرف؟ وهي نصل بنهاية التقرير إلى المصادر اللي هنا 11 مصدر. نصل هنا بنهاية التقرير مالتنا. مع السلامة.